احترمهم. تعرفين شلون الاحترام؟ احنا ما العيدان دفعت عنك مشكورين كلهم، بس انا ما احب لانهم زملائي بالاول وبالاخير، ولا اقبل بكلمه لا على شهاب ولا زوجته ولا احد، وانا اعتز بكل زملائي. بس ما احب اتكلم عن احد، احترمهم. تعرفين شلون الاحترام؟ احترمهم واقدرهم واحترم راي كل واحد. احنا هيدا عم نحكي عنه الرقي، يعني صدقين احيانا حتى ما احب اجيب طاريهم.